مساء الخير جميعا. هنتكلم النهارده عن نموذج السبلاي تشين مانجمنت. هو اعتقد ان هو النموذج العالمي المتداول عليه عالميا، لانه نموذج مهم، وهنحاول ان احنا نوري شويه تطبيقات عليه ان شاء الله. النموذج سكور هو اختصار لسبلاي تشين اوبريشن ريفرنس او سكور. ده جزء من البودي اوف نولج بتاع ايبكس، والايبكس ديت اللي هي الامريكان برودكشن اند انفنتوري كنترول سيستم، اللي دلوقتي بقت اسمها اسوشيشن اوف سبلاي تشين مانجمنت. وده طبعا بيديني ميثودولوجي سكور، بروفايدز ميثودولوجي ودايجنوستيك وبنش ماركينج، وهنتكلم على كل الحاجات دي بالتفصيل، اللي هي بتساعدني ان انا اعمل امبروفمنت للبزنس بروسيس اند تو اند في سبلاي تشين. فانا كاتب بالانجلش وبرضه ترجمه بالعربي، والمذكره دي هتحصلوا عليها والتسجيل هتحصلوا عليه ان شاء الله. فاحنا بالعربي بنقول سكور هو جزء من الاطار المعرفي لايبكس، اللي بيسعى لتطوير سلاسل الامدادات على طول امداداتها الاند تو اند. بيقوم نموذج عمليه سلسله الامدادات اللي هو سكور بطرح ادوات منهجيه اللي هي الميثودولوجي واساليب تشخيص اللي هي الدايجنوستيك والبنش ماركينج اللي هي بنسميها المقارنه المرجعيه. بالنسبه لكل الاليمنتس او كل البروسيسز بتاع السبلاي تشين ككل. طبعا فيها غير دول ايبكس بتقدم اكتر من طرح موجود، زي حاجه اسمها سي سي او ار بالنسبه للسيلز، وبي ال سي او ار بالنسبه للبرودكت مانجمنت، والدي سي او ار للديزاين. لكن احنا هنركز على السكور اللي هو مجال المحاضره بتاعنا. طيب سكور ده هدفه ان هو يحدد او يعزل الكي بزنس بروسيسز، وخدوا بالكم من كلمه كي بزنس بروسيسز ديت، عشان يماتش البروسيسز ديت مع ايه البيست براكتس او احسن الممارسات اللي موجوده، او ايه السوفت وير ابلكيشن اللي ممكن نستخدمه. يبقى بعمل انا بشوف البيست براكتس، بعمل بنش ماركينج اشوف احسن اداء، وبشوف احسن سوفت وير. هنتكلم عن كل الكلام ده ان شاء الله، لكن نقدر نترجمه في ثلاث نقاط. ان هو بيعتمد على البيزنس بروسس انجينيرنج، اعاده هندسه العمليات، وخاصه ازاي تفوكس على كريتيكال بيزنس بروسيس عشان نعدلها او نطورها. بيركز على البنش ماركينج او المقارنه المرجعيه او الميجرمنت او قياس البرفورمانس ومقارنتهم بالبرفورمانس بتاعت جهات اخرى او ريفرنس عندي. وانتجريشن اهم حاجه بقى، او الجزء اللي بيتوج الكلام ده، اللي هو كروس فانكشنال فريم ورك او الانتجريشن بين كل البيزنس بروسيسز مع بعض. اوكي، هنا ترجمه بالعربي. يقوم سكور بتحديد العمليات الرئيسيه في سلسله الامدادات اللي بنسميها كريتيكال بروسيسز، مطابقتها مع افضل الممارسات اللي هي بيست براكتس في نفس المجال، وتحديد انسب تطبيقات النظم الالكترونيه السوفت وير المناسبه. تزويد المستخدمين باطار عام لمناطق التحسين امبروفمنت ارياز. هو بيعتمد على زي ما احنا قلنا بزنس بروسيس انجينيرنج، واعتمد على البنش ماركينج، واعتمد على الكروس فانكشنال فريم ورك. طيب اوكي، نرجع بس معلش. زي ما شايفين هنا، مش مظبط شو. اول خطوه عنده اللي هي البيزنس بروسيس انجينيرنج، او عدد هندسه العمليات. اول حاجه بيسميها كابتشر الاز از، شوف الوضع الحالي او تعرف على الوضع القائم الاز از، لتوجيه لان ازاي نعمل التو بي بتاعي. يبقى اذا البيزنس بروسيس انجينيرنج بيشوف الوضع الحالي وعايز يحول ده الى التو بي بتاعتي، وهنشوفها ازاي تحصل التو بي من خلال البيست براكتس. ويبدا يعمل المقارنه المرجعيه اللي هي
اللي هي قياس أداء العمليات كمية لشركات مماثلة ووضع مستهدف داخلي مبني على أحسن أداء في المجال. ثم بعد كده بعمل بطبق أحسن ممارسات اللي هي البيست براكتس. دول هم الثلاث عناصر الرئيسية بتاعة السكور. هنا بقى نتكلم على السبان بتاع السكور، هو بيغطي إيه؟ في عندي حاجة بنسميها الانترنال سبلاي تشين، اللي هي بتكون من السلاسل الستة دول، اللي هي البلان والميك والديليفر والسورس والريتيرن في الناحيتين. ولو كلمنا عن دي، ومعظم الناس بيشتغلوا في هذه العملية، فبنسميها دي الانترنال سبلاي تشين. لكن هو يقدر يشمل معانا ايه؟ يشمل معانا كمان وان تير في الكاستمر وتو تيرز في الكاستمر، اللي هو كاستمر اوف كاستمرز، وياخد منهم برضه نفس الكومبوننتس، او وان تير اوف سبلايرز، او تير ثاني سكند تير في السبلاير، او سبلايرز اوف سبلايرز. ده بنسميه السكوب بتاع البيلدنج بلوكس بتاع السبلاي تشين، او السكوب بتاعنا، سواء ان احنا نشتغل على الانترنال، وده معظم الناس للاسف بيعملوه، ما بيبصوش على الاكسترنال، وده مهم قوي طبعا. في حدود زي ما احنا قلنا البيتريكس، المؤشرات الاداء، وفي البروسيسز والبيست براكتس والتكنولوجي، زي ما احنا هنتكلم بعد كده بالتفصيل. طيب ممكن نلخص برضو الاسبان بتاع السكور، بنقول ان هو بيغطي ايه؟ بيغطي all customer interaction، من اول الاوردر انتري لغايه لما البيد انفويس، all physical material transaction، كل حاجه فيزيكال بتحصل ممكن بنغطيها، سواء supplier to supplier، customer to customer، including equipment supplies، spare parts، bulk products، software، كل الترانزاكشن او كل الحاجات اللي بتحصل على الماتيريال بيحصل ايه. يبقى اذا بنتكلم على اول حاجه الكاستمر انتراكشن، الفيزيكال ماتيريال انتراكشن، اول ماركت انتراكشن، كل الحاجات دي كلها بيغطيها الفريم ورك بتاع سكور. طبعا هو في حاجات ما بيغطاهاش، زي مثلا السيلز، وزي الار ان دي، والبرودكت ديفلوبمنت، كل الحاجات دي ما بيغطاهاش، لكن بيغطي اي حاجه جزء ثاني من السبلاي تشين. السكور سبلاي تشين، السكور بتاع الاستراكشر بتاع السكور عباره عن اجزاء معينه هنقدر نشوفها بالتفصيل في الشريحة دول، اللي هم أربع حاجات: performance، processes، practice، people. performance هو الأداء، وده هنتكلم عنه بالتفصيل، هو standard metrics، metrics يعني قياس، to describe processes performance and define strategic goals. يبقى إذن هنا performance بيقيس، بيبدأ من strategic goals، وهينزل cascading للتفاصيل في goals تفصيلية. وبعدين بنتكلم على البروسيسز اللي هي ستاندرد ديسكريبشن اوف مانجمنت بروسيس، اند العلاقه بينهم وبين بعض، اند بروسيس ريليشن شيب. وبعد كده بنتكلم عن حاجه اسمها البراكتس، المانجمنت براكتس ذات برودوس سيجنيفيكانت بيتر بروسيس من برفورمانس، اللي هي كانوا بنسميها زمان البيست براكتس، دلوقتي هنسمع نشوف البراكتس ديت بقت اكثر من نوع. ثم بعد كده دخل جزء اخير او جزء رابع عن البشر، وهنا بيتكلم عن البشر والسكيلز المطلوبة علشان أداء كل هذه العملية، ودي حتة مهمة جدا تتميز بها سكور 12 عن بقية الفيرجن قبل كده. وهنتكلم عن السكيلز بتاعت البشر اللي هي لازمة علشان نأدي كل هذه العمليات. طيب الأول واحدة، لما نيجي نتكلم عن البرفورمانس، احنا في البرفورمانس احنا عايزين نفهم ونقيم ونشخص البرفورمانس بتاعنا. فعندي ثلاث حاجات، عندي اول حاجه اسمها برفورمانس اتريبيوتس، اللي هي نقول الصفات الرئيسيه او الملامح الرئيسيه للاداء، وبعدين الميتريكس اللي بنقيس بيها الاداء، وبعدين الماتوريتي الى مدى النضج في تنفيذ هذه الاعمال. وهنتكلم على كل واحده بالتفصيل على طول دلوقتي. طيب الاتريبيوتس او الصفات الرئيسيه، هو قسمها الى كذا صفه. اول واحده بنسميها الريلابيليتي،
تاني واحده بنسميها ريسبونسيفنس، تالت واحده بنسميها اجيليتي، رابع واحده بنسميها كوست، وخامس واحده اسمها اسيت مانجمنت افشنسي او اسيس. طيب لو جينا نشوفها بالتفصيل المؤشرات ديت عشان نبقى عارفين بالظبط هي ايه المؤشرات الصفات بتاعتنا، هنجد ان اول واحده بنقيسها بمؤشر اسمه بيرفكت اوردر في الفيلمنت، قد ايه انا اقدر اعتمد على ان انا الحاجه اللي انا بقدمها يعني بتؤدي بالمواصفات المطلوبه كما وكيفا ووقتا وهكذا. فهنا الاعتماديه. الريسبونسيفنس هي سرعه الاستجابه، واكيد سرعه الاستجابه هي الاوردر فور فيلمنت سايكل تايم، ودي حته مهمه قوي. الاجيليتي هي سرعه التكيف مع التغير في البيئه، وهو هنا قسمها الى ثلاث عناصر. اول واحده ابسايد سبلاي تشين ادابتابيليتي، قد ايه اقدر ان انا اغير او ازود من كميات الانتاج بتاعتي خلال 30 يوم، او قد ايه اقدر انكمش في الانتاج بتاعي خلال 30 يوم، وقد ايه الريسك بتاعتي، قيمه الريسك بتاعتي ماديا لما بحصل في هذه العمليه الاجيليتي بتاعتي في خلال على كافه مراحل السبلاي تشين. الكوست قسمها الى توتال سبلاي تشين مانجمنت كوست، وجزء ثاني سماه الكوست اوف جود سولد. الاسيتس حط لك ثلاث مؤشرات اللي هي الكاش تو كاش سايكل تايم، وريتيرن اون سبلاي تشين اس فيكسد اسيت، وريتيرن اون وركينج كابيتال. اعتقد ان هو ده اللي انا عايز اشرحه. هنتكلم على بعد كده ان ده مسميه المستوى الاول، يعني كل اللي احنا شفناه ده هو المستوى الاول، ليفل اول ليفل 1 ماتريكس، وده اللي هو بنسميه قدامه الكي بي ايز. هي دي الكي بي ايز، الكي بيرفورمانس انديكيتورز، ودي بنشتغل عليها عشان نعمل بنش ماركينج. لكن المستوى الاول ده بيتقسم الى مستويات ثانيه، المستوى الثاني والمستوى الثالث، وهنشوف دلوقتي المستوى الثاني بيساعد في ان انا اشخص ليه. يعني لو حصل مثلا في المؤشر الاولاني بيرفكت اوردر فولفيلمنت، البيرفكت اوردر فولفيلمنت بقى سيء، يبقى اذا عايز اشوف ايه اللي حصل سبب ان هو بقى سيء، اشوف مؤشرات فرعيه اللي هي واحده منهم بتؤدي ان هو كان سيء. يبقى اذا هي دي دياجنوستيك تولز، مؤشرات اداء فرعيه تشخص لو حصل مشاكل في المؤشر الاداء الرئيسي. والمؤشرات الاداء الفرعيه ديت لها مؤشرات اداء تحت الفرعيه بتحدد او بتشخص ليه المؤشر الاداء الفرعي ده يعني انساء وهكذا. طيب في ايبكس بنقول والله يا جماعه احنا على الاقل ناخد 1 مؤشر اداء رئيسي من كل واحده من كل الارياز دي. يعني هنيجي هنا في الريابيليتي هناخد بيرفكت اوردر فولفيلمنت، انا هنا في الريسبونسيفنس هناخد هنا اوردر فولفيلمنت سايكل تايم، في الاجيليتي مثلا ممكن ناخد ابسايد سبلاي تشين ادابتابيليتي، هنا مثلا في الكوست ناخد الكوست اوف جود سولد، في الاسيت ممكن ناخد مثلا كاش تو كاش سايكل تايم، وهكذا. هنتكلم بعد كده على طول دلوقتي في التفاصيل هناخدهم ازاي وايه اولوياته. طيب في هنا اكسرسايز بيعملوه في السكور، لما بيعملوا الدورات بتاع التدريب بتاع سكور اسمه تشيب اكسرسايز، يقول لك طيب انت عندك انت 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 يعني كل الهيلومة دي بتاع السبلاي تشين دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها انك انت تكسب التنافسيه بتاعتك، وانك انت تبقى عندك كومبيتيتيف ايدج على الباقيين. طيب ايه انت عايز تتفوق في ايه؟ يعني انت مش ممكن تتفوق في كله، لا ده انا هقول لك هديك حاجه كويسه قوي. اديني 2 اتريبيوتس اللي احنا عرفناهم زي الابيليتي وزي الريسبونسيف وهكذا، اديني 2 منهم اللي انت عايز تكسب بيهم المنافسه، ان هو لو انت تفوقت فيهم هتبقى انت النمبر 1، واديني 2 تانيين حطهم في الادفانتج ليفل، يعني انت مميز لكن مش اقل من يعني مش اقل من الباقيين، يجوز احسن من غيرك لكن مش انت نمبر 1، واديني واحده كمان على مستوى يعني عادي باريتي ليفل.
هنا أديلكم مثال، قال لك طيب هل طبيعة الصناعة أو عملية التصنيع أو البرودكت لايف سايكل بيخليني أميز أخد إيه وأخدش إيه؟ فهنا ده مثال بسيط، قال لك تعالى لو إحنا قلنا إن أنا في الصناعة بتاعتي أنا بشتغل ميك تو أوردر أو إنجير تو أوردر، التصنيع طبقا للأوامر أو التصميم طبقا للأوامر، أو إن أنا أخدت هنا في الجزء الثاني دي في السطر الثاني دي اللي هي الميك تو ستوك، سواء إن أنا بشتري وبس، سواء أنا بشتري وصنع بس في المرحلة الأولى لسه أنا بقدم البرودكت بتاعي ولسه ما انتشرش، أو إن أنا بصنع وفي نفس الوقت أنا لسه في التنافسية بتاعتي، أنا بدأت أنتشر بس بدأت أنتشر في مرحلة البروجريس، وبعدين لو كنت أنا بصنع وفي نفس الوقت أنا وصلت للماتيوريتي، هل المؤشرات تبقى تتساوى في الأهمية ولا التنافسية تخليك تختلف؟ فقال لك مثلا لو أنت بتصنع أو إنجينير تو أوردر أو ميك تو أوردر، فقال لك الريابيليتي والريسبونسيف دول أهم مؤشرين تاخدهم في التنافسية بتاعتك. أما لو كنت أنت بتصنع بتشتري بس وتروح بايع على طول، فبيقول لك هنا أهم حاجة عندي الأسد والكوست بتاعتي. لو كنت أنا في المرحلة الأولى في الانترودكشن بتاعي، فهنا ممكن الأجيليتي سرعة، لأن هنا الأجيليتي ليه؟ لأن أنا عايز كل واحد يطلب أقدر أزود الكمية زي ما هو عايز وأديها له في الوقت المناسب، عشان كده حط الأجيليتي والريسبونسيفنس. لو كنت أنا عايز لو كنت أنا وصلت بقى مرحلة البروجريس وبدأت في التنافسية وبزيد وهكذا، فقال لي الريسبونسيفنس والكوست. لما توصل بقى لمرحلة النضج، فيقول لك الاسيت والكوست، عشان بقى انا دفعت فلوس وعايز اقلل واعمل من مانجمنت الكوست واطبق مبادئ اللينز وهكذا. فاذا هنا في كل مره التفوق بيختلف على حسب طبيعه الصناعه وعلى حسب، وهنشوف برضو بعد كده مثال تاني على حسب الكلام ده. هنا الجدول بتاعها اهو، فهنا كان شركه من الشركات اللي احنا كنا اشتغلنا معاها، وكانت بطبيعتها ان احنا اخترنا لهم البيرفكت اوردر فولفيلمنت والاوردر فولفيلمنت سايكل تايم اللي هي السبلاي ريلابيليتي والسبلاي تشين ريسبونسيفنس، خدناهم ان هم الاثنين المؤشرين الاساسيين اللي المفروض ان احنا نبقى سوبيريور. وخدنا الكوست اوف جود سولد تكلفه المنتجات المبيع او الكاش تو كاس سايكل تايم، خدناهم ان هو يبقى الادفانتج، وقلنا الابسايد سبلاي تشين ادابتابيليتي خدناها هي الباريتي او اللي هي تبقى زي بقيه الايه الصناعه او المنافسين. ده هنا مثال لازاي ان انا يعني هو مقسم او عامل بريك داون او عامل دريل داون للمؤشر اداء. هنا مؤشر اداء بيرفكت اوردر فولفيلمنت، ومقسمه ومنازل معاه حته حته كاسكيدنج كده، ان هو مؤشر اداء، والمؤشر اداء ديت موجود عليه مؤشرات اداء فرعيه اللي هي لونها الاخضر اللي هي ديليفري تايم اكوريسي وديليفري كوانتيتي اكوريسي وان تايم اكوريسي وان سو اون وهكذا. ده مثال كامل عليها. معلش بيفتح. ده كل مؤشر من المؤشرات اللي احنا اتكلمنا عنها. لو نكبر كده، ده مثال مطبق على شركة من الشركات. هنا خدنا اول الاتريبيوت بتاعتنا اللي هي الريلابيليتي. الريلابيليتي معناتها مؤشر الاداء بتاعي بيسموه
perfect order fulfillment. وperfect order fulfillment اللي هو مواصفاته مدى قدرة سلسلة الإمدادات على توفير المنتج الصحيح بالمكان الصحيح في الوقت الصحيح بحالة صحيحة وتعبئة صحيحة والكمية الصحيحة بالمستندات الصحيحة للعمل الصحيح. وناخد هنا أول مستوى زي ما احنا قلنا. معلش تعبير أول. على كذا مستوى بنحلل المؤشر والمؤشر المؤشر فرعي هنوريها لكم الليفل 1 اللي هو استراتيجيك ماتريكس وبعدين واحده ثانيه الدياجنوستيك بتاعتها المؤشرات الفرعيه بتاعتها وبعدين البروسيس دياجنوستيك بتاعتها المستوى الثالث وبعدين ايه الكريتيكال بروسيس اللي هي تاثر في هذه العمليه علشان هي كانت السبب في ان حصل ديفيشن وده من خلال القراءات وده هنا كل مرة بيتحسب ازاي المؤشر بتاعي من الشهر بي. طبعا لكل واحدة لكل مؤشر الأداء ده بيتعمل له نفس التفصيلة دي علشان نوصل لها. طبعا يعني هبقى اديها لكم واحدة تفصيلية كده أبسط لكل واحدة من الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها. اوكي. وممكن هنا دي برضو هتوضح برضو أكتر. دي المؤشرات الأداء الرئيسية اللي احنا عارفينهم ولو دخلنا شوية كده بالتفصيل هنلاقي دي المؤشرات الفرعية اللي موجودة يعني الـ Perfect Order Fulfillment مكون من مؤشرات فرعية In Full Accuracy, On Time Accuracy, Documentation Accuracy, Perfect Condition Accuracy. لو دخلنا بالتفصيل أكتر هنلاقي In Full Accuracy موجودة من Delivery Item Accuracy والديليفري كوانتيتي اكيوريسي والاون تايم اكيوريسي هنبص تلاقيها برضه تفاصيل اند سو اون وهكذا. يبقى انا عندي شجره كامله من مؤشرات الاداء بتاعتي اللي انا بشتغل عليها وعارف كل واحده منها. كل واحده من دول معرفه وطريقه حسابها موجوده في الريفرنس بتاعنا. ما بنالفش مؤشرات اداء. لو انا اشتغلت على هذه مؤشرات اداء اقدر اعمل بنش ماركينج. لو الفت انا مؤشر اداء ما اقدرش اعمل بنش ماركينج لحد غير مع نفسي وبالتالي انا ما بقتش فعلا دخلت في زمره الناس اللي شغلوا في السكور سبلاي تشين اوبريشن. ودي برضو شكل تاني للمؤشرات الاداء وبرضو هنا هتشوفوا هنا برضو التفصيل دعايات في تسبيق مع شركة تانية هتلاقيها برضو نفس الحكاية مؤشرات أداء الرئيسية وبعدين التشخيصية وبعدين لغاية المستوى الرابع إن أنا بوصل لغاية البيزنس بروسيس ذات نفسها اللي هي بتأثر في هذه المؤشرات. يبقى إذن هنا لما كنا بنتكلم على حتة اسمها كريتيكال بيزنس بروسيس احنا بنتكلم على هنا دي هي اللي هتحسن ده. فإذا لو أنا عندي مؤشر أداء طلع مش كويس اللي هو بيرفكت اوردر فولفيلمنت واكتشفت ان اللي هي اون تايم اكيوريسي هي البايظه واكتشفت ان هي عدم التزام بالمواعيد بتاعتها هي مش مشكله هو دول تو بيزنس بروسيسز اللي بيأثروا في المبيعات عشان يعملوا الكلام ده. يبقى اذا هنا عملت علاقه كميه سببيه بين المؤشر الاداء وقيمته وبين الاكشن اللي ممكن اعمله علشان اطوره اذا كنت عايز اطوره.
اوكي دي برضه نفس الحكايه، كاش تو كاش سايكل تايم، كلها مؤشرات اداء والتفصيليه، ودي كوست اوف جود سول كلها مؤشرات تفصيليه. هنا ده لو انت كنت بتقيس، طبعا لازم نتيجه تقيس في الموجود طريقه الحساب ايه، لانه مش انت هتالف طريقه الحساب، لان طريقه الحساب هتجيب المتوسط ازاي، بكم كم شهر او كم شهر ورا كم شهر قدام، بتحسب ازاي البيرفكت اوردر في الفيلم، بتحسب ازاي كل الكلام ده موجود سبيسيفيكلي ازاي تتحسب. لان في ناس كتير حتى في المؤشرات الاداء البسيطه اللي احنا بنعملها زي الاون تايم ان فول والكلام ده كله، البوست بيقيسوها غلط وملهاش اساس علمي، وهو بيالف من عنده طريقه قياس، يعني بيفتكر نفسه ان هو بيقيس. هنحاول نوفر اكتر قدر ممكن من الشرايح والدوكيومنتس. حاضر. البيزنس بروسيسز، احنا البيزنس بروسيسز زي ما احنا شفنا اساسا بلان سورس ميك ديليفر ريتيرن اند انيبل، لكن في بعد كده تفاصيل ثانيه هنعرفها وهنشوفها. فهنا ادي بلان، ادي بلان، وادي السورس، وادي الميك، وادي الديليفر، وادي الريتيرن، وادي الانيبل. ديفاين ذا سكوب كونتنت اند بيرفورمانس تارجت اوف سبلاي تشين، وبعدين بننزل لتفاصيل تانية ونفس التفاصيل الثالثة وهكذا لغاية لما نوصل لمرحلة اللي هي التطوير، اللي هي استخدام كل الأساليب الحديثة في التطوير بالنسبة للعمليات بتاعتنا، سواء استخدمنا كانبان، استخدمنا كايزن، استخدمنا لين، استخدمنا تي كيو ام، استخدمنا سيكس سيجما وهكذا. تعال نشوف كده التيبل، مثال توضيحي. هنا مثلا التخطيط، التخطيط هيبدأ من P1 اللي هو OSD عشان تطوير الكود بتاع سكورس، قبل كده كان من غير S، لما حب يطور حط S قدام. بلان سبلاي تشين لتخطيط سلسلة الإمدادات، مكون من أربع خطوات اللي هي Identify, Prioritize and Aggregate Supply Chain Requirements. ده طبعا فيها تفصيل محدد وفيها Benchmarking وفيها كل مؤشرات أداء وفيها كل وبيست براكتس والسكيلز المطلوبه، كل الكلام ده موجود في التفاصيل لتحديد وتجميع ووضع اولويه احتياجات سلسله الامدادات. خش على تحتيها الايدنتيفاي بروتورايز اجريجيت سبلاي تشين ريسورسز، الامكانيات، تحديد وتجميع ووضع اولويات، يعني زي ما حتى وجمع الاحتياجات، حتى جمع الامكانيات ووضع الاولويات برضه. بالانس سبلاي تشين ريسورسز والسبلاي تشين requirements، وعايزنا بين دي وبين دي. وبعد كده يبدا يحط الخطه بتاعته، وضع خطه سلسله الامدادات وارسالها لاطراف معينه. بعدين هنا بلان سورس هيخش برضه، تحديد وضع اولويه تجميع احتياجات المنتجات، تجميع تحديد وتقييم وتجميع الامكانيات، الموازنه، وضع خطه الشراء، وكل واحده من دول فيها تفاصيل كمان. تخطيط الانتاج، وهتبص تلاقي برضو نفس الكلام موجود، تخطيط تسليم المنتجات، هتلاقي بعد كده المرتجعات وهكذا. فاذا فيري سيستماتيك، وكل واحده مشروحه تفصيلا. يعني يا ريت ان انا ممكن نخش على نخش على اسمه ده سكور سبلتشن اوبريشن ديفرنس، نخش على السكور ذات نفسه. طبعا ده افيلابل ببلاش، ممكن تخش له، ممكن تنزله.
يعني مثلا ده تفصيله بسيطه من البيزنس بروسيسز اللي هي سكيدول برودكشن ديليفري. بيشرح لك العمليه، بيحط لك المتريكس او مؤشرات الاداء بتاعتك، بيحط لك البيست براكتس بتاعتك اللي المفروض تطبقها اللي هنشوفها دلوقتي كده، بيحط لك السكيلز بتاعت البيبول اللي ممكن المطلوبه متوفره في هيعمل العمليه دي، بيديك الورك فلو تسلسل العمليات بتاعتك، ماشي. كل عمليه موجود فيها كل الكلام. طبعا انت كل واحد وله زي ما تقول حاضر بشهادات الحضور، حاضر. لو تكتبوا اساميكم ممكن نبعت له حضراتكم شهادات حضور، حاضر. طيب كل واحد من كل عمليه، يعني كل عمليه من ديت فيها كاستمايزيشن، يعني المفروض واحد خبير بتاع البيزنس بروسيس انجينير يبص على الشغل بتاعك ويشوف الموجود هنا ويحط البيست براكتس اللي هنتكلم عنه بعد شويه، ويتكلم ونشوف مؤشرات الاداء اللي تناسب انك انت تشتغلها، ونشوف ازاي بتتقاس، لان كل واحده من دول لها طريقه قياس، وهل تقدر تقيسها ولا لا، وبعدين هتطبقها ولا، وهكذا. فالعمليه بصراحه متغطيه كامله، ومش عايزين يعني يا ريت ما يعني لو احنا هنشتغل الكلام ده ما فيش اجتهاد انك انت تعمل حاجه يعني من بره الكلام ده. طيب نرجع تاني لشغلنا، وصلنا فين؟ خلاص business processes تقسيمها مثال اهو التخطيط، هذه مؤشرات اداء التخطيط. نتكلم بعد كده عن الماتيوريتي. في حاجة اسمها يعني أنا ممكن مجرد القياس لوحده أو طريقة تشخيص الكم لوحديها بتبقاش كافية إن أنا يعني أقيس كيفيا بطريقة معينة الإفكتيفنس بتاع البيزنس بروسيس بتاعتي. فبدأوا يعملوا حاجة اسمها capability maturity model more or less. معظم الجهات بتستخدمه، يجوز مقسمينها لخمسة ليفل. الليفل الأولاني بنقول عليه initial ليفل، اللي هي في الماتوريتي بتاعتي ستيج نمبر 1 initial little or no process structure or consistency. الشغل كله شغال ادوك كيفما اتفق. بعد شويه او المستوى الاعلى بنسميه مانجد. البيسك فانكشن كابابيلتيز يعني ليميتد كروس فانكشن الاينمنت اند انتجريشن، يعني كل واحد بيقدم وظيفته لكن في نفس الوقت ما فيش تنسيق وتعاون وتوافق بين الوظائف المختلفة، يعني ممكن يبقى متعارضين مع بعض، ممكن مش مكملين بعض، وهكذا. فده بسميه مانج، كل واحد مانج هيز اون فانكشن وخاب هكذا. بس المش الستيج الثالثه بسميه ديفايند، اللي هي في سم انتجريشن ليميتد انتجريشن بين فانكشن وفانكشن وهكذا، بس مش ما فيش انتجريشن مع البارتنرز الاخرين مع الاوتسايد.
ما بقولوش خطتي، ما بقولوش انا عايز منك امتى ايه، ما بشوفش المخزون بتاعه، ما بشوفش المخزون بتاعي، ما فيش حتى كمان التكامل الانفورميشن يعني. بعد كده بقيت نخش على مستوى الرابع اللي بسميه quantitatively managed high integration supply chain processes across the enterprise with selective integration with supply chain partners. مع بعض من البارتنرز انا عامل معهم انتجريشن، جنرال الاينمنت تو بزنس ستراتيجي اند جولز، هاي يوز اوف اي تي اند ديجيتال انيبلمنت. هنا بقى كونكتد مع الباقي، مع بعض البارتنرز وعامل معهم انتجريشن، بقى في الاينمنت بين الاهداف الرئيسيه اللي احنا حطيناها في الاتريبيوتس الاولانيه والتفاصيل اللي تحت، ومطلعين كده الكريتيكال بزنس بروسيسز عشان نحقق الاستراتيجيه بتاعتنا، وان احنا استخدمنا بقى طبقنا اي ار بي سيستم اند سو اون. الاوبتمايزنج هاي انتجريتد سبلاي تشين بروسيسز اكروس ذا انتربرايز وذ سبلاي تشين بارتنرز، يعني انا بقى الانتجريشن كامل بين المشروع او الشركه بتاعتي وبقيه البارتنرز. Close alignment to business strategy. طبعا احنا عندنا strictly aligned مع البيزنس strategy بتاعتي والجولز، واحنا مشغلين على مع طبعا احسن best practices والاي تي هو التولز بتاعتنا الرئيسيه في تطبيق هذا الكلام. البراكتس اللي كان سميه اسمه بيست براكتس هنا اقسمها الى ثلاثه مستويات، حاجه اسمها ايمرجنج براكتسز، بيست براكتس، وستاندرد براكتس. لو شفنا الاولانيه اللي هي الايمرجنج براكتس دي بقى نيو تكنولوجي او نوليدج او راديكال ديفرنت وايز اوف اورجانيزيشن اورجانيزيك بروسيس، يعني حاجه جديده مختلفه بس ما يتم اختبارها جيدا، have not been proven in a wide variety of environment and industry. ممكن تطبق في بعض الاندستريز وبقيت لا في 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 جهات معينه في 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 ظروف معينه وفي ظروف ثانيه ما لسه مش عارفين. فهنا الانفستمنت بتاعها انك انت تحقق عاليه وفيها ريسك، وبينما النتائج بتاعتها هاي. هنا هتلاقي ان هو حاطط لك بعض منها عشان تقدر تشتغل عليها. طبعا في حاجات كتيره يعني صعبه او مش ابليكابل او مش تقدرش تستخدمها او ما لهاش مجال انك تستخدمها، وبعض حاجات ممكن تستخدمها. بعض منها انا عملت منها سيمينار زي مثلا الديماند دريفن ام ار بي، عملت فيه سيمينار، وموست لايكلي هعمل واحده ثانيه في ديماند دريفن اس اند او بي، وهكذا بعض الحاجات اللي هي بدات خلاص تخش في السوفت ويرز، تخش في الاي ار بي زي اس اي بي واوركل ودايناميكس، الحاجات دي بدات تشتغل اوريدي، فاحنا بنحط لها برضو مجال نستخدمها. بعد كده في المستوى الثاني او الثاني اللي هو البيست براكتس، خلاص بقى ما هياش emerging وما هياش قديمة، clearly started يعني الجولز بتاعتها والسكوب والبروسيسز والبروسيدرز والاستابليش كله خلاص وتم تطبيقها في ظروف مختلفة ولها علاقة أو نقدر نقيسها كميا بمؤشرات أداء، وأثبتت صلاحياتها في معظم الorganizations والindustries، وهنا برضو فيها جاب كل واحدة من دول وبشرحها لك برضو في المانيوال بتاعه. وممكن ان انا في يوم ما اخد واحدة منهم او اثنين برضو نشرحهم للinventory optimization. Supply chain network planning risk management الـ SMED هنعمل فيها دورة إن شاء الله بإذن الله.
طيب الستاندرد بيست براكتس ده ويل استابليش براكتس تو دو ذا جوب بات نوت بروفايد، يعني ما يعني خلاص دي معروفه ومستخدمه ومطبقه، لكن مش يعني مش هديك ميزه تنافسيه على الباقيين، لكن تطبق لانك انت محتاجها مور اور ليس. عشان البراكتس دي كتيره وبحيث انك انت مش تقدر تلمها، فعمل حاجه ظريفه جدا، حط لك عناوين رئيسيه وقال لك تحت عنوان رئيسي لو كنت عايز بتدور على مثلا بلاننج اند فوركاستنج هتلاقي كل البيست براكتس بتاعته الثلاث انواع اللي هي الاميرجنج والستاندرد وهكذا والبيست براكتس موجودين مثلا تحت بلاننج اند فوركاستنج، كل الحاجات تبعتها موجوده. برودكشن اكسكيوشن لو انت بتتكلم مع بريشيزنج والبروكيورمنت هتلاقي، فهو راح عامل لك طريقه بحيث انك انت تقدر انك انت تشوف كل احسن الممارسات عشان تيجي تطبق البيست براكتس بتاعتك. فهنا دي الكاتيجوريز، انت تقدر تدور تحت الكاتيجوريز بدل ما تدور عموما كده وانت ما عندكش دليل تستخدمه. تعال هنا في مثال ممتاز ازاي نعمل العلاقه بين البروسيس والماتريكس الاينمنت. يعني زي ما احنا قلنا ان انا في النهايه بقول والله انا عندي مؤشرات اداء بائسه، مؤشرات الاداء اللي بائسه دي عايز احسنها، وعشان احسنها يبقى عايز اعرف البيزنس بروسيسز اللي هي بتعدلها وبتحسن فيها وبتطورها. فهنا بيديك مثال في واحده من البيست براكتس الموجوده اللي مسميها هو بروسيس ماتريكس الاينمنت. انا ملخصه كده ان انا ببدا اشوف والله السبلاي تشين بتاعتي انا في انهي مرحله، انا في انهي حته، زي ما احنا اتفقنا عايز اعمل بريوريتي زي ما احنا قلنا ان انا عندي خمسه اتريبيوتس ريابيليتي ريسبونسيفنس اجيليتي كوست اند اسيتس. فهل انا في الريتيل ولا في الديستريبيوتر ولا في دايركت سيل ولا في المانيفاكتشر بتاعنا ولا في الجفرمنت، ففي تختلف الاولويات بتاعتي التنافسيه طبقا لان فين موجود. فانا لو في ريتيل انا عايز اكون ادفانتج في الاجيليتي والكوست وسوبيريور في الريابيليتي وباريتي في الريسبونسيفنس والاسيتس. لو في الديستريبيوتر يبقى عندي الادفانتج بتاعتي هتبقى في الاجيليتي وفي موجوده في الاسيتس، وبينما انا عندي باريتي في الريابيليتي والريسبونسيفنس وهكذا. طيب تاني خطوه يبقى اذا انا اول واحده بشوف انا عايز اتحسن فين وانا عايز ابقى في التنافسيه فين وعايز ابقى متوازي فين. تاني خطوه بقول انا عايز احط بقى كم الكي بي ايز هنا بقى، هنا بيرفكت يعني الريابيليتي اخترنا بيرفكت اوردر في الفيلم كام في الميه، الكرنت بيرفورمانس 79%. طيب الريسبونسيفنس الاوردر في الميل سايكل تايم كام قد ايه؟ 9 دايز. الاب سايد فلكسبيليتي 110 دايز. التوتال كوست تو سيرف 89%. كاش تو كاش سايكل تايم 164 دايز. طيب انا عايز اعمل ايه؟ عايز احط لنفسي تارجت وعايز ان انا وعايز ان انا هنا عايزين نحط ماتريكس او مؤشرات اداء لكل خطوه من الخطوات دي، من السبلاير للسورس للماك للدليفر للكاستمر، كل دول كل خطوه من دول احط مؤشرات اداء بتاعتها. هاي اون تايم ديليفري، كوركت بيبر ورك، كوركت مش عارف ايه وهكذا. يبقى هنا بيرفكت اوردر في الفيلمنت وهكذا. طبعا انا وضحت عملت لكم مثال كبير اللي هو الشغل اللي انا عامله لكل مساو من كل مؤشر من مؤشرات الاداء. نيجي نتكلم عن البشر، فعندي اربع حاجات او اربع عناصر. سكيلز معرفه اذا كاباسيتي تو ديليفر ايه بري ديتيرمند ريزلتس،
هي القدرة على ان احقق نتائج محددة مسبقا وذ مينيمم انبوت اوف تايم اند انرجي، باقل جهد واقل وقت. ده بنسميها ده تعريف السكيلز. مكونه من ايه؟ مكونه من او ملخصه في ثلاث حاجات، اللي هي الاكسبيرينس التريننج والكومبتنسي. الاكسبيرينس طبعا اكسبيرينس از اوبتيند باي دوينج ذا ورك ان ريال لايف انفايرمنت اند اندر جوينج ديفرنت سيتويشن، يعني انا قدره على ان انا الخبره اللي انا حصلتها خلال وقت معين في الريال لايف وفي ظروف مختلفه that requires different actions، والتي يعني انا عندي اكشن يعني ممكن اشتغلها في ظل الظروف ديت وفي ظل الظروف دي وظل الظروف دي لان عندي خبره، وبالتالي مش كل مره تتغير الظروف هلجا لحد يعلمني وهكذا. Training include formal training زي هم بيعملوا حاجه score peak but also includes courses and on job training. الكومبتنسي ودي بتألف من خمس مستويات. نوفيس ده اللي هو لسه بشوكه. Untrained beginner no experience requires and follows detailed documentation to be able to perform the work. ده يعني beginner performs the work with limited situational perception، يعني بيشتغل بالشغل لكن في نطاق ومحدد ما يقدرش يخرج عنه. Competent understand the work and can determine priorities to reach goals. وهنا بدأ يبقى عارف الشغلانة ويقدر يحط أولويات. Proficient oversees all aspects of the work، كل حاجة من العمل، and can be utilized based on situational aspects. Expert intuitive understanding، كان هو بقى خلاص بخبرته بحدسه يقدر يفهم كل حاجة بتحصل. Expert can apply experience pattern to new situation، وخبراته يقدر يطبق الكلام ده على ظروف جديدة مختلفة. ده هنا كان نظام تطابق بين الـ supply chain بين نظام بتاع الـ EFQM والسكور. فهنا الاستراتيجية هي موجودة، في هنا الـ enablers الأساليب اللي هي أو القواعد الحاكمة، وهنا الـ planning، وهنا الـ plan source، plan make، plan deliver، plan restore، return، وبعدين هنا هتبقى source و make و deliver و return والتفاصيل بتاعتهم سواء للميك تو اوردر والميك تو ستوك او الانجير تو اوردر. وبعدين هنا في البنش ماركينج، وبعدين في هنا الكومبتيتيفنس اللي احنا قلنا عليه. طيب ده يا سيدي تحليل اسس المنافسه، زي ما احنا شفنا سكور ليفل 1 اللي احنا حددنا فيه اللي هو استراتيجيتنا هتبقى ايه اللي هيبقى ليه اولويات بتاعتنا، وبعدين بعد كده هبدا اصمم الفلو بتاعي، اعمل الفلو بتاعي از 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 اللي هو لو كان في تسلسل جغرافي من مناطق ومناطق جغرافيا، وبعدين از از في العمليات بتاعتنا الثريد بتاعنا، وبعدين نحط التو بي بتاعتي سواء على العمليات او جغرافيا، مين هيغذي مين من اي منطقه اند سو اون. وهنا يبقى زي هي بتبقى الكونفيجرنج السبلاي تشين، وهنا بتعتمد طبعا اكيد على البيزنس بروسيس ري انجينيرنج. وهنا بنطور العمليات ونطور مستوى الاداء بتاعنا، وهنا بقى بنستخدم في التوبي بتاعتي بقى كل اساليب التطوير اللي احنا عارفينها سواء لين وسكس سيجما او وات ايفر من العمليات بتاعتي وهكذا. السكور بدا يعمل اسلوب جديد سماه ريستراك. ده مكون من اول واحده بسميها امبروفمنت بروجرام، بريسكور بروجرام ستيبس،
prepare the organization for the mission critical score improvement program. ده بتعمل preparation. وبعد التاني تاني حتى ودي مهمة جدا set scope. هنفهم السكوب البيزنس بتاعتنا هي ايه ونحط السكوب بتاعنا هنطور خلال من الى ايه المفروض عندنا. وبعد كده بنعمل الكونفيجريشن للسبلاي تشين بتاعتي ونحط مؤشرات الاداء بتاعتي عشان نعمل امبروفمنت بروجرام بتاعي. وبعدين بنعمل اوبتمايزيشن بنحط نشوف ايه الاعمال اللي هنتكلم عليها ايه البريوريتي بتاعتي ايه الانتسبيت بنفيت اللي هتحصل من عندي لما اطور العمليات بتاعتي ديت ولا كان في كوست بنفيت نطلعها. وبعد كده ريدي فور امبلمنتيشن امبلمنتنج بروجكتس ان ذا بورتفوليو اند كوماس بنفيتس ريلايزيشن. ده هنا بالتفاصيل بقى مثلا هنا البري سكور بروجرام ستيبس. من هنا بنعمل اول ورك شوب للناس عشان يعرفوه كده زي اللي احنا عملناه كده. وبعدين نتكلم مع الستيك هولدرز عشان ناخد السبورت بتاعنا بعد الاورنس بتاعته ونحط الحوافز اللي احنا هنشتغل عليها. وبعدين الجزء الثاني الهيلسكوب بنعمل استراتيجيك بزنس سامري بتاعنا. وبعدين السبلاي تشين ديفينيشن ماتريكس كل الديفينيشنز اللي احنا عملناها ديت. وبعدين اندستري كومباريزون كنا هنعمل بنش ماركينج. وبعدين جيوغرافيك ماب عشان نشوف البيزنس الفلو بتاعنا رايح فين وجاي فين جغرافيا. وبعدين امبروفمنت بروجرام تشارتر ايه التشارتر بتاعتنا عشان نطور الاداء بتاعنا. وبعدين كونفيجر السبلاي تشين بنحط البريوريتيز زي ما احنا قلنا. وبعدين بنعمل اوبورتيونيتي اناليسيس ونطلع ايه اللي هنقدر نصلحه من خلال الكريتيكال بزنس بروسيس اللي احنا طلعناها. ونعمل بورتفوليو للبروجكت بتاعتنا ونحط الجاب بتاعتنا للبروجكت ده هيغطي انهي جاب من البروجكت ده. ونحط الدوكيومنتيشن للانيشال بروجكت. وبعدين نعمل اوبتمايزيشن بنطلع الميتريك ديفينيشن ونحط الكومبيتيتيف ريكويرمنت بتاعتنا ونحط البنش ماركينج بتاعنا ونرسم الفلو بتاعتنا. وبعدين بعد كده نعمل بقى انشيت البروجكت وكريت سكور ليفل بروسيس اربعه اللي هي التفاصيل وبعدين تيست بيريود ورول اوت. ده اسلوب احنا مركز اداره والتنميه بنعمله هو اكزاكتلي اللي بيحصل في السكور ان احنا بنشوف الاندستري بتاعتنا والمنتجات بتاعتنا عشان نطلع الاولويات بتاعتنا. وبعدين بنعمل استراتيجيك بريورتيز بتاعتنا وبنعمل متريك ليفل نمبر 1 اللي هو الليفل الاولاني. وبعدين نعمل اسسمنت للكريتيكال بزنس بروسيس بتاعتنا والكرنت سيتويشن. وبعدين ننزل مؤشرات اداء التفصيليه. وبعدين بنطلع الكريتيكال بروسيس اللي ممكن تحسن الاداء. وبعدين هنا من مؤشرات الاداء بتاعتنا ونطبق البيست براكتس عشان نطبق السكور كامل. خلينا عن بيان ان السكور مؤشرات الاداء بتاعت السكور كلها مش سوري من كلها معظمها موجود على كل الاي ار بي سيستم. فلو حضرتك بتطبق اي اي ار بي سيستم ورحت كتبت مثلا في الاس اي بي بيرفكت اوردر فولفيلمنت هتلاقي موجود ازاي تقيسه على الاس اي بي او على اوراكل او ام اس داينامكس هتلاقي المؤشر ده موجود. ليه؟ لان السكور ده بيعمل بيحط البيست براكتس لكل الشركات او البنش مارك اللي كل الشركات بتسعى ان هي تحققه خلال السكور. ده مقدمه سريعه كده للسكور. لو انا عايز لو في اي اسئله اهلا وسهلا بيكم. اتفضلوا. في اي اسئله؟ كله تمام؟ ما فيش اي اسئله؟ سؤال اذا استفسارات اي حاجه؟ ما فيش اسئله بس احنا متشكرين جدا يا دكتور. كله واضح وكله تمام. شرح مفصل وواقعي وجاي من يعني من الحياه العمليه. واضح انه في حياه عمليه ورا البرزنتيشن دي. شكرا يا دكتور. شكرا. لو سمحت يا دكتور في استفسار. تفضل.
هو دلوقتي احنا بنقول ان السكور هو يعني سيستماتيك موديل، ويعني مش مخلي نقطة غير وهو يعني مش مخليك تفكر شوية. مش طب ايه؟ هل في هنا مش مخلي الواحد ان هو يبقى فيه مجال يعني للكرياتيفيتي لا في الابلاينج، في الابلاينج البيزنس لا، يعني؟ ده في شغل كتير، ده في شغل كتير، شغل كتير. ليه؟ نمرة واحد. يعني زي ما انا وريتك مثلا، لما خدت المؤشرات الاداء بتاع السكور اشتغلت عليها ازاي عشان اوصل للكريتيكال بروسيسز، وزي ان احنا طورنا الكريتيكال بروسيسز عشان تعرف تقيس المؤشرات الاداء. وبعدين احنا في المستوى الرابع اللي هو التفصيل، التفاصيل ده هو سايبه لك انت تشتغله، لان هو ما يعرفش كل واحد بيعمل ايه. اللي بيشتغل في تجاره التجزئه غير اللي بيشتغل في مصنع الحديد. ده في شغل كتير قوي قوي. يعني انا طبعا يعني في حين ان انا اوريكم استشارات انا عملتها، الشغل تقيل قوي. يعني لا تتخيل كم اللي احنا اشتغلنا، كم يعني مثلا ابتداء من انك انت بتقول انا عايز اشوف ايه الحاجات اللي عايز اتفوق فيها في ان انا في البيزنس بتاعي. انا مؤشرات اداء هتاخد الريلابيلتي ولا الريسبونسيفنس ولا الاجيليتي ولا الكوست ولا ايه؟ لان يعني في حاجه اسمها اوردر وينر وفي حاجه اسمها اوردر كواليفاير. يعني لو انت في مجال التسويق بتاع الناس يعرفوا الكلام ده، اللي هي احنا هنا بنقول هو البريوريتي بتاعتنا اللي هي الادفانتج وهكذا. انت في انهي مرحله لانهي منتج؟ لكل منتج ممكن تحط له مؤشرات اداء مختلفه على الثانيه. واحد عندك منتج في الانترودكشن غير منتج في الماتيوريتي، فده هتحط له مؤشرات اداء وتحط له تارجت مختلف وتحط هنا مؤشرات مهمه ودي لا. لا الدنيا مختلفه. يعني المشكله هي القضيه ايه؟ القضيه انه بيديك تولز عشان تستخدمها. بدل ما تمشي انت في الشارع لوحدك، لا انا بديك عربيه بتوصلك لغايه لما تروح هدفك تشتغل. لكن ما ينفعش انك انت يعني قدامك بيست براكتس للبيزنس بروسيسز وانت تروح تالف بس براكتس من عندك. ما ينفعش تالف مؤشر اداء ومؤشرات الاداء اللي متعارف عليها عالميا تسيبها. يعني وبعدين هو بيشرح لك يعني هديك مثال بسيط. يعني اقل ادفع مؤشر اداء اللي هو اللي احنا يعني المبتدئ في السبلاي تشين بيعرفه، اللي هو الاون تايم ان فول. هات لي واحد بيعرف يطبق الاون تايم ان فول ويعرف يحسبه. مش هتلاقي واحد يحسبه بالاوردر، واحد يحسبه باللاين، واحد يحسبه بنسبه، يعني كم غير طبيعي. ولو حصل لك بارشال شيبمنت هيحصل ايه؟ ولو حصل لك انك انت بتحط اني ديت الكلام ده كله، معلش سوري، بنالف الكل بيالف. معلش يعني انا سيب لك مجال انك انت تالف وناس تانيين خبر. يعني انت لو تشوف كم الخبرة اللي اشتغلوا على هذا الموضوع غير 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 طبيعي، وخبرات متنوعه من كل الشركات. يعني روح كده بص كده، روح نزل المانوال بتاع الاس اي بي وشوف كم واحد اشتغل على دي كم سنه وعمل المجهود ده. انا طبقت اوراكل، انا طبقت سكور 9 وطبقت سكور 10. لما ببصيت على سكور 12 تماما الناس اشتغلوا شغل فرق كتير. قعدت اذاكر جامد عشان سكور 12 غير 9 غير 10. يعني اشتغلت على 10 واشتغلت 9 واشتغلت 10 وكده ابص على الشغل عشان اشتغل على 12، لقيت نفسي بعيد خالص. السكيلز بتاعت البيبل دي ما كانش موجود. البيست براكتس متقسم كده، ما الكي بي ايز مش مشروعه بالشكل ده، ما فيش تفاصيل لكل البيزنس بروسيس بالطريقه دي. طب هو بيديك دي، انت طور فيها. لكن ما تجيش تقول لي انا هحسب مؤشرات الاداء بطريقتي. ماشي، يبقى خليك مع نفسك. بس هي دي، هل دي بتقيس فعلا؟ هل دي منطقيه؟ هل القياس بتاعك ده صحيح؟ ده واحد بيديك حاجه على وببلاش. يعني مؤشرات الاداء وسكور ده موجود على النت. هو طبعا صعوبته انك تقراه، ال 1500 صفحه ال 1800 صفحه دي صعب انه حد يقراه. ولو قراه عشان يفهمه وعشان يطبقه في فرق كبير. يعني ما علينا. ف لا، وانا بقول لك انت عندك الامبروفمنت واللين وال6 سيجما وال يعني انت ليه انت توصل لسه ليفر 4 في البيزنس بروسيس دولك تشتغل.
انه ما اعرفش انت بتشتغل ايه، غيرك بيشتغل حاجه تانية مختلفه، ومديك انك انت خش بعد كده طبق اللين وطبق 6 سيجما وطبق تي كيو ام وطبق تي بي ام وطبق زي ما انت عايز. فانت هتسيب الحاجه اللي ممكن تبقى دي ستاندردايز مش رافضها، وسايب الحاجه اللي هي بيقول لك خش واستخدمها وسيبها ليه؟ تفهم قصدي؟ لا ما بيغطيش المبيعات. ما بيغطيش المبيعات. تمام يا دكتور. يعني انا سعيد جدا بالسؤال اللي يعني طلع من حضرتك معلومات يعني قيمه جدا وزياده يعني. وبس انا كان يعني كنت حابب استفسر جدا على النقطه ديت، لكن هو فعلا حضرتك بينت ان هو حاطط التولز اللي احنا نقدر نشتغل بيها. اما حته بقى اختيار المؤشرات دي بتعتمد بقى على التيم اللي هيبدا يعمل اناليسز لل مش اختار المؤشرات اوله. طريقه حساب المؤشرات دي هيدنج فظيع يعني. يعني في مؤشر يقول لك ايه، خد 6 شهور ورا وخد مش عارف كام شهر قدام، تبص تلاقي تقول الله، طب انا باخد 6 شهور، طب انا متعود ان اخد المؤشر الخلفي ده، لا ده انا بديك فكر تاني مختلف. ده يعني انا بقول لك خد بالك عشان انت في مؤشرات اداء انك انت ممكن هتغرق بعد كده لو انت بصيت وعملت اكسترابوليشن. عامل شغل يعني لو دخلت البحر بتاعه. انا هدفي هنا انك انت لما تيجي تخش في البحر ده انت عارف راسك من رجليك، عندك جايد لاينز. لكن انت لو فتحته لوحدك كان له. هو فعلا يا دكتور انا حاولت افتحه اكتر من مره، يعني انا بتصدم بالكميه الصفحات وكميه الكلام المكتوب، ارجع ابص على حاجه خفافه كده يعني. انا لكن كده لا كتير كتير يعني. هو الميزه ان انا يعني بدات من الاول وطبقت من الاول، فبيكبر وبكبر معاه الشغل. تفهم قصدي؟ غير انك انت ممكن حد يحط يعمل زي جروب كده على الواتساب وحطوا فيه الاسامي بتاعتكم وتضيفوني عليه عشان اللي عايز ياخد شهاده. دكتور انا عملت رابط على جوجل فورم، لو حد حابب يعني يحط البيانات وانا ممكن اجمعها لسيادتك وابعتها على اللينكد ان مثلا على الميل. او على الميل. ماشي خلاص. يا ريت يا جماعه اللي عايز ياخد شهاده يخش على الرابط ده ويسجل اسمه وتجيل على الميل وانا ابعت لكم الشهاده. في اي سؤال، ما حد حاول يطبق، حد عايز يطبق اي سؤال موجود خاص بالسكور؟ واضح الوقت الفكرة العامة بتاعت سكور، تعرف تخش وتعرف تبص وتعرف تدق جوه وتقدر تفهم الحاجة، لان خلاص انت يعني فكرة المفاتيح بتاعتها بقت في ايدك. واخد بالك؟ من فضلك يا دكتور. افندم؟ السكشن اللي موجود في CSCP الخاص بانالايز ميجر اند امبروف بيغطي اي جزء من سكور ولا هو بس شرح يعني سطحي؟ اخر سكشن خالص في CSCP بيتكلم عن انالايز ميجر اند امبروف. انت عندي ولا في سكور ذات نفسه؟ لا مش في سكور يا فندم، في منهج CSCP Supply Chain Certified. يعني عندي في شرح هنا موجود قصدك ولا؟ لا مش عند حضرتك. في السكور ذات نفسه؟ لا مش في سكور، هو موجود في اخر سيكشن في منهج CSCP لإيبكس. لإيبكس؟ انت بتقول انالايز ميجر اند ايه؟ Analyze, measure, and improve supply chain. ده best practice يعني قصدك؟ بالظبط كده. مش كده ولا ايه؟ مظبوط. طيب انا اديتك مثال، ما اعرفش اذا كنت انت بتقصد ده ولا لا. انا هوريك best practice ده. لا فين هو؟ بسم الله.
اللي هو انا اديته لنا في انا اجيبها من الشريحه اهي اهي دي سنة اهي دي شبيهه بالبروسيس ماتريكس اند الاينمنت. يعني انا بحط ماتريكس وبحط الماتريكس ديت بحط له بشوف البريورتيز بتاعتي ايه, وبعد ما بشوف البريورتيز بتاعتي بحط لها الاول بقول الكارنت بيرفورمانس ايه, وبعدين بحط التارجت بتاعتها, وبعدين بعمل البروسيس ماب بتاعتي واحط لكل خطوه منهم الكي بي ايز بتاعتي اللي عايز احققها علشان اوصل للنتيجه اللي انا عايزها, وابدا اشتغل عليها بالامبروفمنت تولز اللي انا هقدر اشتغل عليها. والله ديت احسنها بان انا استخدم لين تولز, دي احسنها بان انا استخدم فيها تي بي ام, ودي احسنها بان استخدم تي كيو ام وان سو. واضح؟ تمام. شكرا دكتور, شكرا على الاستضافه الجميله والشرح الممتاز, شكرا جزيلا. طرق التطبيق, يعني ايه مع طرق التطبيق اللي احنا بنتكلم عنها, الخطوات اللي احنا اتكلمنا بيها دي, مازن ولا مين اللي بيقول عنها؟ اه طبعا هو كورس كامل, انا هنا انترودكشن, انا كاتب انترودكشن بس انا بعمله كورس كامل طبعا, وبدي ريال كيسز كامله, مش بدي الشكل بس ده. يعني مثلا بجيب استشاره مثلا عملتها وبوريها لك خطوه خطوه انا بشتغلها, يعني في استشارات كتير, يعني كذا استشاره بنشتغلها بيها كده. ايه تاني؟ في حاجه تانيه حد عايز سؤال تاني؟ طيب كله كتب اسامي اللي عايز شهادات؟ خلاص دكتور, انا يعني سايب الرابط اهوت وممكن ابعته لحضرتك برضو. علي صوتك لو سمحت, علي صوتك. انا كده بعت الرابط, بعت اللينك على الشات. ماشي, عشان بس الناس تسجل. طيب ابعت لي كل الناس اللي عايزين يعملوا شهاده. في لو في اي اسئله ممكن تبعت لي. يعني انا بنصح انك انت تبص كده, تاخد جوله في السكور دلوقتي. هو عامل حركة سخيفة ان هو مش عامل لينكات بين العناوين والتيبل اوف كونتنتس, فهتدور كتير. مش عارف ليه يعني الغلاسة دي اهو, يعني عشان لكن يعني هتتعب شوية, لكن في النهاية هتجد اللي انت عايزه, لان هتبص تلاقي لما تعملها بالسيرش هتلاقي الكلمة مكررة 500 مرة, فهتبص تلاقيك بتمر في 500 صفحة عشان توصل للتوبيك اللي انت عايزه. لكن انت الوقت عارف الكونتنت شكله ايه, وانك انت تقدر توصل ازاي اللي انت عايزه. شكرا جزيلا لحسن استماعكم, ونشوفكم على خير ان شاء الله. هل في فروقات جوهريه بين الفيرجنز المختلفه يعني انا اشتغلت 9 و10 وقعدت مده طويله ما اشتغلتش فيها, وبعدين ما جيت دخلت على الحاجه الفرق فظيع, فرق كبير قوي. يعني 12 في نضج عالي قوي 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 قوي. هل هو فرق من ناحيه التطبيق على مثلا؟ لا 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 لا, اضاف حاجات كتيره. يعني البيبل دي ما كانتش موجوده, البيست براكتس كان حاجه واحده بس, البيزنس بروسيسز ما كانش بيحط لها التفاصيل دي. لا يعني فكر تطور جدا, يعني الماتوريتي والكلام ده ما كانتش موجوده. يعني في تطور غير طبيعي يعني رائع يعني, وانا حسيت ان هم يعني في الفيرجنز القديمه انا كنت حتى بشوف سبيلنج ميستيكس. لكن دلوقتي لا حاجه. يعني انا اشتغلت 9 واشتغلت 10, وكنت بدات قبل 9 و10, لكن طبقت في 9 وطبقت في 10, وجيت دخلت على 12 لقيت نفسي نص الكلام عايزه. يعني حتى في مؤشرات اداء غيرها كمان, أضاف مؤشرات أداء, أضاف طريقة قياس, أضاف حاجات كتيرة محترمة. فالرجاء ما حدش يبص على 10 ولا 9 ولا الكلام ده, 12 available وتقدر تبدأ منه يبقى كويس, هتستحمل شوية إنه كبير, لكن أنت حطيت رجلك على أول الطريق. أي أسئلة تاني؟ شكرا لحسن استماعكم, أشوفكم على خير. شكرا يا دكتور. مع السلامة.
لا 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 لا